السلام عليكم ورحمة الله. Hello everybody, I'm Dr. Imad Ibrahim. Today we'll talk about CNS tumor in simple digestible way. This is the last lecture in CNS pathology. Classification of CNS tumor. CNS tumor are either intrinsic tumor from intrinsic nervous tissues, CNS central nervous tissues, or extrinsic from the cranial, spinal nerve, or dural, or arising from adjacent structure. An intrinsic represent virtually around 100%, nearly 100%. يعني أو all tumor in children. يعني most of the tumor أو all tumor in children is arise from intrinsic tumor from intrinsic CNS tumor. في الأدلت 60% of the CNS tumor arise from intrinsic cells. يعني الانترنسيك بتمثل لي around 100% أو more than 99% of tumor in childhood, CNS childhood are intrinsic tumor from internal nervous tissues أو nervous cells, CNS cells. طيب 60% of the adult are intrinsic. The extrinsic ممكن to arise من الكرانيال أو من الاسبينال نيرف أو من الدورة مثلا زي المانينجيوم أو ديل. ممكن يكون arise من الأجسن استراكشر مثلا من البيتيوتري أو جاية من outside metastatic ميلانوما lung carcinoma. دي كلها ممكن تجي في السنترال نيرفس وتكون تيومر لكن هي ميتاستاسيس. فا all tumor of the CNS is classified according to the origin بتاعه. Either in intrinsic من داخل ال CNS cells ودي زي ما قلنا nearly 100% في الأطفال و 60% في الأدلت. وعندنا extrinsic ودي arise من الحياة ال around the CNS زي الممبرينز الدورة أو الاسبينال نيرف أو الكرانيوم. بعدك عندنا من adjacent structures واللي هي most of it are metastatic tumor. طيب ال CNS tumor هي الجليوما ودي do not metastasize outside the CNS. طيب الجليوما ذاتها فيها tumor arise from the astrocytes بسموها الاستروسايتوما وتيومر بسموها non astrocyte tumor اللي هي شنو؟ اوليجو دندروجليوما والايبيدي ميوما. ديل الاثنين دي كلها جليومز اللي هي موست كومون في الادلت. طيب في الجليوما زي ما قلنا عندنا الاستروسايتوما ودي فيها جريد 1 و2 و3 و4. طيب في النان استروسايت جليوما اللي هي الاثنين ديل اوليجو دندروجليوما وايبيدي ميوما. طيب ثاني عندنا نيرونال تشوز تيومر اللي هي نيروبلاستوما. وعندنا امبريونال اللي هي امبريونال اللي هي بورلي ديفرنشيتد بتكون لسه امبريونيك جنينيه زي المدلر بلاستوما دي برضه اكتر حاجه عند الاطفال. بعد ده عندنا المننجيوما واللينفوما السي ان اس لينفوما والميتاستاتيك سي ان اس ميتاستاتيك تيومر اللي هي تجينا فروم اوت سايد السي ان اس. طيب ليت اس سي ات اجين الموست كومن عندنا جليوما. جليوما فيها استروسايتوما ونن استروسايتوما. الاستروسايتوما فيها جريد 1 و2 و3 و4. النن استروسايت جليوما اللي هي زي الاوليجو دندروجليوما والايبيدي ميوما. طيب عندنا بعد ذاك النيرونال تيشو زي ما قلنا نيوروبلاستوما وعندنا الامبريونال تيشو او البولي ديفرنشيتد المضلل بلاستوما وعندنا بعد ذاك منينجيوما وسي ان اس لينفوما وميتاستاتيك سي ان اس تيومر. طيب السي ان اس تيومر السيبتومز ممكن تكون هيدج فوميتنج mental change, motor problem, seizures, increased signs of increased intracranial pressure, any localized CNS abnormality. كويس اللي هي ممكن زي ما قلنا ممكن يكون عندنا epilepsy fits صرعة tonic colonic for example اللي هي ممكن تكون focal أو generalized tonic colonic ممكن تكون focal أو تشنجات
ايزر فوكال او تونيك كولونيك تشنجات كل الجسم. طيب ممكن يكون فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت يعني في بروبلم في حته معينه اكوردنج للحته المصابه. ممكن يكون في ساينس اند سيمبتومز اوف انكريز انتراكرينال بريشر اللي هي باب الاوديما والبروجكتايل فوميتنج. كويس دي كلها ساينس اوف انكريز انتراكرينال بريشر. ممكن ساينس اند سيمبتومز اوف هيدروكفالوس اللي هي انكريز السي اس اف ان ذا فينتريكل او في البرين فينتريكلز. فالهيدروكفالوس لانه في بعض التيومرز ممكن تعمل بلوكج للباسوي بتاع السي اس اف. دي كلها بريزنتين. طيب فاكتورز في الايتيولوجي اوف سي ان اس تيومر. عندنا السكس له اثر لانه الجليوما موست كومون في الميل. الجليومز عموما موست كومون في الميل والمننجيوما موست كومون في الفيميل. الجليومز عموما كان استروسايتوما وريجودندروجليوما او ابيديميوما دي كومون في الميل لكن المننجيوما كمان في الفيميل. طيب الاكسبوست للايونايز راديشن برضه له علاقه بالباثوجينيسيس اوف مننجيوما وجليوما والنيرف شيس تيومر. البرايمري سي ان اس لينفوما يعني لينفوما ارايز فروم السي ان اس ما جاي انا متاسس من حته ثاني. لينفوما اساسا من السي ان اس دائما بتكون في حاله الاميونو ديفيشنسي ناس الاتش اي في وكده والناس اللي بياخذوا اميونو سبريسنت. في حاجه اسمها النيتروزو كومباوند ودي برضو ممكن تعمل لنا سي ان اس تيومر وعملوها في الانيمال اللي بتدي سي ان اس تيومر اللي هي نيتروزو الحياه ممكن تتلاقي في البريزيرت فود الاطعمه المحفوظه وممكن تتلاقي في السمك المملح. ممكن نقول عندنا مثلا الفسيخ والتركين ممكن يكون لنا نيتروزو كومباوند مثلا فدي برضو بروفت انها ممكن تعمل لنا سي ان اس نيوبلازم في في الانيمالز. فدي كلها فاكتورز ليها علاقه بالايتيولوجي المسببات بتاعت هنا زي ما قلنا السكس ممكن يحدد لي نوع التيومرز اللي هو ممكن زي ما قلنا الجليوما مور في الميل والمننجيوما مور في الفيميل والايونايز راديشن برضو امبليكيتد والايميونو ديفيشنسي في السي ان اس لينفوما والنيتروزو كومباوند. طيب نشوف السايت اوف سيليبرال تيومر اكوردنج انه للايج يعني ادلت ولا تشيلدرن. طيب في الادلت دائما التيومرز بتكون سوبرا تنتوريال تيومر more than 90% of the tumor في الأضلت بتكون سبرا تنتوريال. طيب والسبرا تنتوريال دائما السيبتونز بتاعتها بتكون إبيليبسي عشان كده therefore increase incidence of epilepsy وdecrease incidence of headache لأنه الهيديك دائما بتكون في شنو في اللور أو في البوستيريال فوصة تيومر بيكون في هيديك اللي هي بتجي في الأطفال. طيب نقول الكلام ده تاني let's say it again في الأضلت عندنا سوبرا تنتوريال موست اوف تيومر بتكون اللوكيشن بتاعها سوبرا تنتوريال مور ذان 90% وبيبتدي بسيبتونز بتاعت ايبيليبسي. طيب عشان كده البوستيريال الانسيدنس تحت البوستيريال فوسا تيومر عند الناس الادلت لو دائما بتكون عند الاطفال عشان كده السيبتونز تحت الهيدج والفوميتنج ودي بتكون اكثر حاجه عند الاطفال ما عند الادلت لانه عندهم بوستيريال فوسا تيومر. الناس الكبار بيجوا بشنو الأضل بيجوا بشنو بالإبليبسي. طيب نشوف التشيلدرين. التشيلدرين دائما التيومر استعدون في السيريبيلم في اللور انفيريار بارت في البونز برضو طبعا ممكن في الأوبتيك نيرف في الكيازما. المهم إنها في البوستيريال فوسة تيومر في بوستيريال فوسة تيومر. أما التنتوريال تيومر في الأطفال أرلير رير شكد السيبتومز في الاطفال ما بتجي بايبيليبسي. السيبتومز ان تشيلدرن ويل يعني ويل بي مانيفست باي هيديج فوميتنج فيجوال ديستربنس ده الموست كومنلي. الايبيليبسي ان يوجوال في تشيلدرن واي بيكوز موست اوف ذا تيومر ار في البوستيريال فوسه اوكي نوت ان ذا سوبرا تنتوريال. ذا ديفرنس بتوين الادلت والتشيلدرن في اللوكيشن اوف تيومر وفي الابييرنس او التايب اوف سيمبتومز اون ساينس. طيب عندنا سي ان اس تيومر زي ما قلنا كان بي بيناين اور مالجننت كان بي برايمري اور ميتس سكندري جاي فروم اذر سايتس. دي كلها عندها طبعا شنو امبليكيشن اللوكيشن بتاعه عنده امبليكيشن هل ريسكتبل ولا ان ريسكتبل هل كان بي ريسكتد باي سيرجيكال او في حته ان ريسكتبل
الايج زي ما قلنا الايج برضو ديتيرمين التايب اوف تيومر. في تيومر موستلي فاوند في تشيلدرن وفي تيومر بتاعه ادل. الاكس راي دنسيتي والام ار اي سيجنالز اولسو كان ايدنتيفاي التايب اوف تيومر. والكالسيفيكيشن في سم تيومرز زي المنينجيوما بيكون فيها شنو فيها بوينت اوف كالسيفيكيشن سموما بودي فور اكزامبل. الفاسكولاريتي برضو الفاسكولاريتي ويل ليد تو ذا تيومر زي المنينجيوما برضو عندها فاسكولاريتي. النيكروزيس برضو زي مثلا بعض الجليومز بيحصل فيها سنترال نيكروزيس وبيحصل فيها ليكوفاكشن في بس الليكوفاكشن اولسو الاوديما برضو الكومبريشن اوف نيبرز نعمل كومبريشن للادجيسنت استراكشر زي مثلا اللي بتكون في الاوبتيك البيتيوتري تيومرز فور اكزامبل بتعمل كومبريشن في الاوبتيك كيازما. طيب تو دياجنوز السي ان اس تيومر لازم يكون في هيستوري فيري جود هيستوري فيزيكال اكزامينشن افتر ذات بنعمل نيورولوجيكال اكزامينشن بعدها ممكن نعمل لمبر بانكشر to see if cytology عشان نشوف لو في mets او كده او يعني we can found some abnormal cells lead to the diagnosis. بعدها ممكن نعمل CT MRI brain angiography وممكن نعمل بايوبسي. البايوبسي دي طبعا very important. البايوبسي ممكن تكون سمير او ممكن تكون frozen section او برافين section. طبعا most common في CNS الفروزن section. طيب عندنا الافكت اوف تيومر التيومرز عندها افكت لوكال انها ممكن تعمل ديستركشن في النيورونال تيشوز او النيورال تيشوز ممكن تعمل اوديما ممكن تعمل ديستورشن اوف نيورال تيشوز يكون عندها اكوير نيو فانكشن مثلا تعمل لنا فايرين تعمل ايبيليبسي تعمل تشنجات كده كويس ممكن تعمل انكريز او ريز انتراكرينيال بريشر. طيب الريز انتراكرينيال بريشر بيحصل طبعا جرادولي از نيو بلازم جرو الكونتنت اوف السكال بيحصل ليها كومبريست لانه نحن عارفين انه السكال از ا كونفايند سبيس. طيب وزين ذا سكال برين وزين ذا سكال البرين اوكيوبايد اباوت 140 مل البرين محتل داخل الجمجمه حوالي 1400 مل. طيب في 100 تو 200 مل دي في للسي اس اف وعندنا 100 150 دي للبلود سبلاي او للبلود. طيب لما يحصل تيومر اول حاجه بيعمل ديسبيسمنت للسي اس اف وللبلود كويس قلنا فارس بيحصل ديسبيسمنت للسي اس اف والبلود. لما يحصل انكريز في التيومر بيقوم بيعمل ديسبيسمنت في الاول للسي اس اف والبلود سبيس بعد ذاك بيقوم بيبدا يحصل كومبريشن على البرين وبيحصل انكريز انتراكرينيال بريشر وبعد ذاك بيحصل طبعا فاسكولار انسفيسنسي ممكن ليد تو ايفن تو ستروك. طيب برضو الانكريز انتراكرينيال بريشر ممكن يعمل هيرنيشن ممكن يعمل سب فالسين هيرنيشن شايفين سب فالسين هيرنيشن هنا. طيب ممكن يعمل لنا شنو سوبرا تنتوريال او تنتوريال هيرنيشن ممكن نعمل لنا تنتوريال هيرنيشن ملينا تنتوريال هيرنيشن فين صلينا تنتوريال هيرنيشن او تونسيلر هيرنيشن صلينا تونسيلر هيرنيشن هنا في الفورامين ماجنم. طيب دي كلها ديو تو كومبريشن او انكريز انتراكرينيال بريشر ممكن ادي له هيرنيشن وده ممكن ادي له ايفن كومبريشن اوف كارديو ريسبيراتوري سنتر ممكن ادي له ديس. طيب البروجنوزيس عموما البروجنوزيس في السي ان اس تيومر كونه يكون بيناين اور مالجنانت sometimes is meaningless لانه all البيناين والمالجنانت هيحصل فيها اوفر جروس وهيعمل كومبريشن هيكون عندها الماس افكت وممكن يكون عندها فيري سيريس افكت اون سيرتين ريجونز في البرين اذا كانت بيناين او مالجنانت. عشان كده التكنيكال اسبيكت ذات ديتيرمين البروجنوزيس اللوكيشن و يعني المانر اوف جروس ويل ديتيرمين لو كان بناين اور مالجنا ممكن الاثنين يكون عندهم فيري باد افكت اون البيشنت. طيب تاني نرجع للكلاسيفيكيشن او التايبس اوف سي ان اس تيومر زي ما قلنا عندنا الجليوما
والجليوما دي فيها الاستروسايتوما 1 2 3 جريد 3 لحد 4، وعندنا الاوليجودندروجليوما والابيديميوما، وعندنا نيرونال اللي هو نيروبلاستوما والامبريونال او البولو ديفرنشيت تمدلر بلاستوما، وعندنا المنينجيوما والسي ان اس لينفوما والميتاستاتيك تيومرز او كم فروم اوتسايد السي ان اس. طيب نبدا بالاول بالجليومز. الجليومز موست كومون تايب اوف تيومر برايمري برين تيومر في العضل. طيب انكلود شنو؟ استروسايتوما اوليجودندروجليوما وابيديميوما ابيديموما كويس. طيب ال 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 الاستروسايتوما زي ما قلنا موست كومون برايمري تيومر في العضل، وعندها رينج جريدز من جريد 1 لحد جريد 4. جريد 4 دي هايلي مالجنانت وبسموها جليوبلاستوما مالتيفورمس او مالتيفورم. جليوبلاستوما مالتيفورم دي استروسايتوما او جليوما جريد 4. طيب جريد 1 اللي هي بيكون فيها رياكتيف استروسايتوزيس، بيكون يعني فيها حبه يعني لوك لايك الرياكتيف استروسايتوزيس، كانوت بي ديفرينشيت من الرياكتيف استروسايتوزيس لو جريد. عندنا الجريد 2 اللي هي فيها سم بوليمورفيز، وجريد 3 بيكون فيها انابلاستيك تشينج وبكون فيها انكريز بوليمورفيزم وبروميننت ميتوزيس كميه بتاعه ميتوزيس. اما جريد 4 دي طبعا الجليوبلاستوما مالتيفورم، ويكون فيها شنو؟ فيها اندوثيليال بروليفريشن واريا بتاعه نيكروزيس وبالسيدين، وممكن تعمل كروس للميد لاين اللي بسموها بتر فلاي تيومر، من الهيموسفير ده للهيموسفير ده تعمل كروس للميد لاين، فدي فيري مالجنت. طيب الاستروسايتوما عندنا تو تايبس. عندنا الفيبريلاري او بيسموها الديفيوزد، ودي بتاعت الناس الادلت بتظهر في الاربعينات والستينات الفورس والسكس ديكيت، وكومنلي بتكون في السيريبرال هيموسفير في الهيموسفير بتاعت البرين. فيها فاريبل جريد زي ما قلنا الموست كومن هي الديفيوزد استروسايتوما، عندنا بلاستيك استروسايتوما وعندنا جليوبلاستوما، لكن الموست كومن هي الديفيوزد استروسايتوما، عشان كده الفيبريلاري بيسموها مرات ديفيوزد استروسايتوما. عندنا البليوسيتيك استروسايتوما دي كومن في التشيلدرن كل يانج ادل، ودي مين اللي بتكون ما بتكون في الهيموسفير، بتكون في السيريبيلم في المخيخ، وغالبا بتكون بيناين ريليتيفلي بيناين. البليوسيتيك استروسايتوما بتاع التشيلدرن سيريبيلم وبيناين. طيب دي لو جريد او انترميديت جريد استروسايتوما، هو بيسموه الجليوما. هنا دي هاي جريد استروسايتوما اللي هي بيسموها شايفين عندنا هنا النيكروزيس فيري بروميننت نيكروزيس، شايفين النيكروزيس، عشان كده دي هاي جريد اللي بيسموها جليوبلاستوما مالتيفورمس. شايفين هنا النيكروزيس، شايفين الحتات اللي هي ديفيوز دي، الحتات اللي هي ما فيها سيلز دي عباره عن نيكروزيس، شايفين زي سنترال نيكروزيس. طيب النيكروزيس ثاني في شنو؟ في البالسيدين. البالسيدين هي التتريس، شايفين هنا النيوكليوس عامله ترس، شايفينها مره في شكل ترس. لو لاحظنا هنا شايفين this is the تتريس ده البالسيدين، شايفينه؟ شايفين البالسيدين يعني التيومر عامل شنو؟ عامل زي التتريس بالسيدين، شايفين النيوكليوس مرسوسه كيف؟ عامله شنو؟ شكل بالسيدين. عندنا النيكروزيس، شايفين النيكروزيس؟ حتات اوبفيوس بتاعت نيكروزيس كويس، حتات فيها نيكروزيس، دي كلها زي ما قلنا كاركترستيك للجليوبلاستوما مالتيفورمز، عشان كده واي سكولت مالتيفورمز، لانه فيها باتن بتاع اشكال كثيره من نيكروزيس للبالسيدين كويس، وديل هار مارك زي ما قلنا البالسيدين والنيكروزيس هار مارك للجليوبلاستوما مالتيفورمز. طيب عندنا سم جليومز بيكون عندها رابط جروس، والرابط جروس ده بيعمل لنا شنو؟ سنترال نيكروزيس، بيعمل لنا سنترال نيكروزيس. ليه؟ لانه الجروس اوت جرو البلس سبلاي، بيكون موز على البلس سبلاي بيعمل لنا سنترال نيكروزيس، والسنترال نيكروزيس بيعمل لنا ليكويفاكشن سنترالي، بيكون شكله زي الابسس لايك هي، شايفين؟ لايك ذيس از سنترال نيكروزيس.
شايفين؟ This is central necrosis. The tumor وعندنا central necrosis due to وحصل فيه liquefaction. بقى شكله like an abscess. طيب طيب الجليوبلاستوما مالتيفورميز في منها نوعين، في برايمري جليوبلاستوما مالتيفورميز يعني فجأة بنلقى جليوبلاستوما مالتيفورميز، أو سكندري. السكندري إنه تكون جليوبلاستوما جريد 1 أو 2 أو 3 ويحصل لها أدفانس لحد ما تبقى جريد 4 اللي هو أو تبقى جليوبلاستوما مالتيفورميز. البرايمري كاركترايز بإنه فيها هاي فريكونسي أوف إبيديرمال جروس فاكتور ريسبتور، بيحصل فيه أمبليفيكيشن. اللي بيديرمر جروس فاكتور ريسبتور بيحصل فيه شنو؟ امبليفيكيشن. طيب مرات بيحصل لوس في البي 16 تيومر سبريشن جين كويس، او في البي 16 زي ما قلنا بروتين او جينز بيحصل فيه لوس فبيحصل انهيبيشن للبي 16 اللي هو باعتبار تيومر سبريشن جين. طيب السكندري جليوبلاستوما مالتيفورميز بيحصل ميوتيشن في البي 53 جين اللي هو تيومر سبريشن جين، بيحصل فيه ميوتيشن فده بقى ادينا يعني البرايمري موست كومنلي بي هاي فريكوانسي اوف ايبيديرمال جروس فاكتور ريسبتور بيحصل فيه امبليفيكيشن ولوس في البي 16، او والسكندري بيكون في ميوتيشنز في البي 53. طيب دي كان الاستروسايتوما كويس تايب اوف جليوما. نجي للنن استروسايتوما جليوما اللي هي عندنا شنو؟ الاوليجودندرو جليوما، ودي فريكوينتلي بتكون في الفرونتال والتمبرال لوبس، في الفرونت لوب والتمبرال لوب، وكلاسيفايد از هاي جريد ولو جريد. كومونلي بتكون في المين، في المين مور ذان الفيميل، وفي المين والوومن بتكون في العشرينات للاربعينات، في التوينتيز والفورتيز، لكن سم تايمز كان اوكير في تشيلدرن، لكن مينلي في الادلت مين مور ذان الميل مور ذان الفيميل، وبتكون دائما في التوينتيز للفورتيز، واكاونت اباوت 2% اوف التيومر بتاعت البرين، دائما اسوسييتد مع كروموزوم الاب نورماليتي في كروموزوم 1 الشورت ارم البي كروموزوم 1 وكروموزوم 19 الكيو اللي هو اللونج ارم لوس، ودي دائما الجينيتيك كاركترستيك دي عندها جود ثيرابيوتيك ريسبونس. طيب ذا موست كومن انفولف اللي هي الاوليجودندروجليوما موست كومنلي انفولف السيريبلم الهيمسفير في الأبط، وهي سلو جروينج لكن عندها هاي ريت اوف ريكيرنس، كل مره ممكن يعمل لها ريموفال يحصل لها ريكيرنس. هيستولوجيكالي الاوليجودندروجليوما كونسيست اوف شيت اوف سيل ويز كلير هالوز، خلايا عندها حتات كلير اللي بيسموه شنو؟ فرايت ايك ابييرنس، زي البيض العيون، وانت حمر لك بيض عيون البياض بيكون حول الصفار فبيعمل السيتوبلازم بيكون عامل حته هلو، فعشان كده بسموه شنو؟ بسموه فرايت ايك ابييرنس. طيب وبكون فيها ممكن يكون فيها كالسيفيكيشن، والكالسيفيكيشن ده يظهر لنا في الاكس راي. طيب في سيتوجينيتك اب نورماليتي زي ما قلنا في كروموزوم 19 في الكيو اللونج ار، وفي كروموزوم 1 في الشورت ار، ودي عندها شنو؟ انه بخلي التيومر مور ريسبونسيف تو كيموثيرابي، يعني ات از ا جود بريجنوزيس. بنلقى سيتوجينيتك اب نورماليتي في كروموزوم 19 او كروموزوم 1 عندها جود ثيرابيوتيك امبليكيشن. طيب ذيس از ا بيكتشر اوف ذيس از ا نورمال اوليجودندروسايتس، شايف؟ ودي الاوليجودندروجليوما كل السيلز عندها كلير ان اول فرايد ايك ابييرنس، ودي الاوليجو دي الهيستولوجي اوف اوليجودندرو جليوما. طيب عندنا الاذر نان استروسايت جليوما زي ما قلنا الجليوماز فيها استروسايتس او استروسايتوما تكلمنا عنها، في نان استروسايتوما اللي هي شنو؟ اوليجودندرو جليوما وابيديميوما. طيب هنتكلم عن الابيديميوما اللي هي زي ما قلنا بتكون لوكالايزد في وان area of the brain، هنا شايفينها محل الأرز ده this is localized one area، و develop دائما from cells that lining الهالو كافيتي اللي هو بسموها ميزوسيليال سيل اللي هي lining شنو؟ المجرى بتاع CSF الflow of the CSF، develop from cells that lining التجاويف الهالو كافيتي at the bottom of the brain and the canal of the spinal cord.
كلها ممكن شنو تقوم منها. طيب اللي هي الابيديميال سيلز، طيب كان جرو سلولي اور كان جرو فاست، مي لوكيتد في الفنتريكلز في الكافيتي اوف ذا برين محل السي اس اف. طيب واحده من الكاركترستيك بتاعتها انها ممكن تبلوك الفنتريكلز او الفلو اوف سي اس اف، معناها ممكن تعمل لنا شنو كان كوز هيدروكفالس. الابيديموما، الابيديميوما ممكن تعمل لنا شنو هيدروكفالس. طيب sometimes it extend into spinal cord common في children وفي الادلت المين والفيميل في الفورتيز والفيفتيز. طيب البيك بتاعتها في اثنين، البيك في الفايف years old في children وفي الثيرتي فور ايج في الادلت، وهي ريبريزنت برضو 2% لايك الاوليجودندروجليوما ديك برضو ريبريزنت 2% ودي 2% اوف البرين تيومر. طيب likely it arise from an epidemia اللي هي شنو زي ما قلنا الحتات الابيديميا الابندن زي الكورويد بلوكسيس اللي بيحصل فيها شنو برودكشن او فلتريشن للسي اس اف، يحصل فيها فلتريشن او نضح للسي اس اف، فهي will arise in these type of tissues. ممكن برضو يكون عندنا spinal cord epidemioma وfrequently occur في الناس اللي بيكون عندهم الجين بتاع neurofibromatosis type 2 NF2 دائما بتكون في spinal cord. الepidemioma بتكون في spinal cord عند الناس اللي بيكونوا كارين الجين بتاع neurofibromatosis 2. طيب دي epidemial cells شايفينها شكلها like this، بيحصل فيها زي ما قلنا production زي الكرويد بلوكسيس، بيحصل فيها production للسي اس اف. هنا دي الابيديميوما شايفين بتكون radiating around the blood vessels، شايفينها هنا هنا tumor cells may form round or elongated structure اللي بسموه روزيت كانال، روزيت او كانالز، شايفينها روزيت او كانال زي القنوات او زي الروزيت زي الزهرة. وبرضو عندنا حاجه اسمها بيري فاسكولار سودروزيت اللي هي بتكون اراوند الفاسكولار، بسموها سودروزيت اراوند الفاسكولار، عندها كاركترستيك بيكتشر اللي هي الابيديميوما. طيب الابيديميوما برضو في تشيلدرن اوفن اوكير في حتات بتكون انريسكتبل، يعني عشان يعملوا لها كومبليت سيرجيكال اكسيشن بتكون امبوسيبل في حتات بتكون انريسكتبل تيومر في تشيلدرن. طيب نمشي لنوع ثاني زي ما قلنا عندنا الامبريونال او اللي هو الاندفرنشيتد تيومر اللي هو مدلر بلاستوما. طيب المدلر بلاستوما مينلي ان تشيلدرن واكسكلوسيف بتحصل وين؟ في السيريبلم في المخيخ، شايفين هنا في السيريبلم بيحصل في السيريبلم، شايفين في السيريبلم. طيب بيكون الماركرز البريزنت في التيومر هم نيورونال وجليال ماركر، بوست نيورونال اند جليال ماركر ار اكسبريس في التيومر. However, the tumor is often بكون ممكن يكون undifferentiated ممكن even without marker يكون undifferentiated tumor لأنه embryonal. طيب the tumor is highly malignant well prognosis of untreated patient is very bad. The patient ما خضع للتريتمنت is very bad. However, a tumor is radiosensitive يعني إذا زول أخذ radiation ممكن يكون في 5 year survival rate about 75%. شايفين هنا في المدلل البلاستوما زي ما قلنا مين اللي بتكون في شنو في السيريبلم، شايفين التيومر لوكيتد في السيريبلم زي ما قلنا مين اللي في تشايلد هود وعندها ميل بريدومينانت مور في الميل تشايلد مور ذان الفيميل تشايلد. كان اكستند تو ذا سباينال كورد، شايفين مدلل بلاستوما سيدين داون ذا سباينال كورد. عندنا هنا تيومر شايفينه في الميد لاين، عشان كده بنقول any midline cerebellar tumor it considered as medullary blastoma until proven otherwise. اي midline tumor في cerebellum في children considered as medullary blastoma لحد ما يثبت العكس. طيب الهيستولوجي بتاعه زي ما قلنا يسلوك لايك سمول سيل بلو سيل كويس اللي هي ممكن تشبه لنا الايفن ساركوما او الليمفوما كويس، المهم هي سمول راوندد بلو ويز فيري فيو سايتوبلازم و اكستنسيف ميوتوزيس. شايفين هنا في السيريبلم ميد لاين
السيربلم تيومر دايما اولويز بيكون شنو مادولار بلاستوما. زي ما قلنا الهيستولوجي بتاعها اجين شيس اوف بلو سمول سيل و ويز ليتل سيتوبلازم وهايبر كروماتيك نوكليوس وفي ميتوزيس ماني ماني ميتوزيس. طيب نرجع تاني نتكلم عن الشايلد هود سي ان اس تيومر. الشايلد هود سي ان اس تيومر. طيب الشايلد هود سي ان اس تيومر زي ما قلنا under age of 16 يعني من 16 وتحت 75% occur زي ما قلنا في البوستيريور فوسا. طيب most of them بيكون شنو باليوسيتيك استروسايتوما اللي قلنا relatively benign. ممكن تكون ابيديميوما ممكن تكون مضروري بلاستوما. دي more common في الايج less than 16 years old في بتكون دائما في البوستيريور فوسا في children. عندنا نيروبلاستوما also can occur في CNS وهي زي ما قلنا نيوبلازم of neurons وبتعمل شكل بتاع روزيت. شايفين تعمل شكل بتاع روزيت شايفين it look like روزيت. شايفين روزيت 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 structure روزيت structure and so on. It look like شنو روزيت structure. طيب لكن طبعا اوكير في في السمباثيتك تشينج يعني ممكن تحصل اوسايت السي ان اس كومونلي ممكن تحصل في الادرينال كورتكس سوري الادرينال مظله وتحصل في اني بوينت في السمباثيتك تشينج. عشان كده هي موست كومونلي بتحصل في شنو في اوسايت السي ان اس. طيب نجي للمننجيوما ودي اوكير في الدورال وفيري فاسكولارايزد. احنا قلنا بالامج ممكن نعمل نعرف انه تيومر فاسكولارايز اور نوت وبساعد في الدياجنوز. المنينجيوما is very vascularized وهي benign لكن sometimes can be invasive can invade the skull لكن في البرين بتعمل displacement cannot infiltrate البرين بتعمل displacement دائما في شنو في الباراسيجيتال اريا في الفلاك في الفالكس في التنتوريال في الفينس ساينس بتكون دائما small firm well defined سوبر بول ودايما في الهيستولوجي بتاعها بنلقى شنو السمومه بودي سمومه بودي اللي هي كالسيفايد اريا فيها بريسيبيتيشن اوف كالسيوم تصير لنا الشكل بتاع بلويش او بيزوفيليك ماتيريال. طيب المننجيوما زي ما قلنا الاوريجن بتاعها الدورال اللي هو المننجيو سيليال سيل او زاراكينويد و predominantly بتكون benign tumor في الأدلت وزي ما قلنا هي في الفيميل more than الميل. يبقى قلنا الجليوما is more في الميل والمننجيوما more في الأدلت في الأولدر فيميل. طيب برضو increase incidence في في سيندروم اللي هو بيحصل لنا في النيوروفايبروماتوزيز 1 اسمه الريكتلين هانسن ديزيز. ركتلين هانسن ديزيز اللي هو الناس اللي هو نيوروفايبروماتوزيز 1 الناس اللي بيكون عندهم سكين ليجون سكين كل السكين قايمه بشكل اورام 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 ودي بيكون عندهم جليوما وممكن يكون عندهم بريست كانسر. عشان كده في اسوسيشن بين المنجيوما والبريست كانسر. ليه؟ لانه الناس الاكويرد ان اف 1 جين النيوروفايبروماتوزيز 1 جين بيكون عندهم بريديسبوز انه تو زي ديفلوب منجيوما وبكون عندهم اولسو بريديسبوز تو ديفلوب بريست كانسر. شايفين this is meningioma قايمة في الدورة هنا and we go شايفين this is meningioma في الدورة الممبرين وهي عملت compression لكن do not يعني تعمل displacement للبرين لكن do not invade inside the brain can be separated يعني شايفين ممكن تتفصل من البرين عملت compression لكن شنو هي تاش على الدورة. طيب شايفين this is meningioma شايفينها دي postmortem وشايفين الهيستولي بتاعها عامله لنا شنو بتعمل السمومه بودي. شايفين زي السمومه بودي زي السمومه بودي و الاستراكشر اوف ذا سيل بتكون وورلد. شايفين شكل شنو وورلد بتاع شنو زي البصله كده وورلد اللي بيسموه وورلد باتن اوف جروس اوف سيل. بعد ذلك عندنا سمومه بودي اللي هي بريسيبيتيشن اوف كالسيوم في ممكن تكون في السمومه بودي ذاتها لكن الوورلد استراكشر شايفين وورلد سوري وورلد استراكشر وورلد استراكشر دي كلها كاركترايز او دياجنوستيك للمننجيوما.
شايفين ده بالهاي ماجنيفيكيشن، شايفين السيلز جرو ان شنو ان وورلد باتن، في شكل زي هنا البصله في شكل بتاع وورلد باتن. This is the meningioma زي ما قلنا كومون في الادلت فيميل. طيب عندنا يعني السي ان اس لينفوما، نيجي للسي ان اس لينفوما. السي ان اس لينفوما زي ما قلنا بتحصل في الحالات البرايمري سي ان اس لينفوما، لانه عندنا سكندري ممكن يكون في زول عنده لينفوما مثلا ارايز في الليمفويد تيشوز ويحصل له ميتاسيس انسايد ذا برين، لكن لا هنا البرايمري سي ان اس لينفوما يعني لينفوما ارايز وين؟ في البرين. دي دائما بتكون عند ناس الاميونو ديفيشنسي زي ناس الاتش اي في كومون في الناس الاتش اي في، وزي هندي شايفينها هنا ذيس از سي ان اس لينفوما، وهي دائما عندها باتن بتاع جروس بيسموه شنو بيري فاسكولار ابنورمال لينفويد تيشوز لوكيشن، يعني بنلقى abnormal lymphoid tissues بتكون located perivascular حول ال blood vessels، شايفين these blood vessels وال large abnormal lymphocytes are located around the blood vessels، ودي typical picture of CNS lymphoma. انتهينا كده من ال من ال brain tumor، نجي لل spinal cord tumor اللي هي either إنها تكون extradural اللي هي زي الميتاستاتيك كارسينوما، كل الميتاستاسيس اللي بيجي للسباينال كورد بيكون اكسترادولر، او المايلوما او الليمفوما كلها اكسترادولر. ممكن تكون انترادولر لكن اكسترا مدلري، يعني انترادولر زي مثلا المننجيوما تكون انسايد الدورال، او زي الشوانوما لكن اكسترا مدلري. اما الانترا مدلري هي كل الجليوما اللي هي ارايز فروم انسايد شنو السي ان اس او فروم السي ان اس تيشوز زي الجليوماز بالتايب المختلف. طيب عندنا طبعا كل الجليومز والمننجيوما وديل وي توكت اباوت، ليت اس توك اباوت ليتل اباوت شوانوما زي ار بي 9 تيومر، بي 9 تيومر جنرالي ابير از اكستريملي سيلولار شنو سباندل سيل نيوبلازم، بتكون في شكل سباندل سيل نيوبلازم ويز ميتابلاستيك element، يكون فيها ميتابلاستيك element ليش؟ ممكن يكون بون، ممكن يكون كارتريج، ممكن يكون سكيليتون مصل او استرياتد مصل، يعني ممكن نلقى فيها شنو كارتريج وبون استرياتد مصل، وبنلقاها سبندل سيل دي شوانوما كويس. وزي ما قلنا بتكون انكابسوليتد بيسموها نيري ليميوما اللي هي بتكون انكابسوليتد كويس في النيرف شيز، وزي ما قلنا بي 9، وممكن توكر في البريفيرال نيرف او في السباينال او في الكرينيال نيرف. وممكن تحصل لنا وين؟ ممكن تحصل لنا في الكرينيال نيرف نمبر 8 العصب الثامن بتاع السمع اللي هو فاستيبيرو كوكولار نيرف، يحصل لنا الاكوستيك نيروما تيبيكالي لوكيتد ات ذا سيليبرو بونتايل انجل، يعني نلقى تيومر في السيليبرو بونتايل انجل اور ان ذا انترنال اكوستيك ميتس في الفتحه السمعيه بتاعت الجمجمه او في السيليبرو بونتايل انجل، ودي بتكون اكوستيك نيروما اللي هي arise from الايت كرينيال نيرف. فاينالي عندنا الميتاستاتيك سي ان اس تيومر، وعندنا قلنا الميتاستاتيك كومون في الادلت وبالذات بتكون اوفر 65 كومون يعني الميتاستاتيك تيومر في السي ان اس بتكون مور كومون في الادلت الاكثر من عمر 65 مور ذان 65. اما الميتس في تشيلدرن از انكومون كويس اكسبت فور ال ال اللي هي اكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا في تشيلدرن بتمشي للمننجز، الاي ال ال في تشيلدرن كان جو تو ذا مننجز ان تعمل مننجيال سيندروم، لكن الميتس مينلي في الادلت ومينلي مور ذان 65 ييرز اولد في تشيلدرن از انكومن اكسبت فور ال ال. طيب الميتس بتيجي من وين؟ مينلي فروم ذا لانج، لانج تيومر ويل جو تو ذا برين، لانج تيومر ويل جو تو ذا سي ان اس، اولسو الكوريو كارسينوما ويل ميتستايز تو ذا سي ان اس، البريست كارسينوما، الميلانوما كان جو تو ذا سي ان اس، الكيدني تيومر، الجي اي تيومر. هاويفر ذير از تيومر ويل نوت نيفر جو تو ذا سي ان اس، لايك شنو؟ البروستيت تيومر. بروستيت تيومر نيفر جو تو ذا سي ان اس. بروستيت تيومر نيفر جو تو ذا سي ان اس، تقدر تمشي تعيش في البرين نهائيا البروستيت تيومر. شايفين ذيس از ميلانوما او ميتاستاتيك ميلانوما، شايفين ال فوكاي اوف ميتاستاتيك تيومر حتى ايفن فيها ميلانوسايتس او ميلانين سوري فيها ميلانين. فاينالي عندنا البرا نيوبلاستيك سيندروم، البرا نيوبلاستيك
انكفالومايلايتس اللي هي شنو نيورولوجيكال ديس اوردر اوف انون كوز، دائما بتكون اسوسييت مع سيستميك مالينجنسي. يعني الناس اللي بيكون عندهم سيستميك مالينجنسي كانسر اني وير ان ذا بودي بيكون عندهم نيورولوجيكال سيمبتومز. طيب ممكن يكون سب اكيوت بروجريسيف كوز اوفر مانثس اور ييرز، ممكن تو بريسيد او فولو سبونتينيوس ويز سيستميك كانسر، ممكن تكون قبل او مع السيستميك كانسر. المهم هي السبب، هي في الاخير سيندروم مرافق للنيوبلازما او بسموه برا نيوبلاستيك سيندروم. زي شنو بيحصل لنا وين؟ مع السمول سيل كانسروم، سمول سيل كارسوم اوف ذا لانك، مع الليمفوما، مع البريست كانسر. ممكن يكون يعمل لنا شنو انكفالايتس، ممكن يعمل لنا شنو سيريبرال كورتيكال ديجنريشن، يحصل لنا ديجنريشن للسيريبرال كورتكس، يعمل لنا مايوباسي، بريفرال نيوروباسي، نيكروتايزنج مايلوباسي في السباينال، ممكن يعمل لنا سنسري نيورونال ديجنريشن، ممكن يعمل لنا اي موفمنت ديس اوردر. اول ذيس كان بي بارانيوبلاستيك سيندروم ديو تو سيرتين سيستميك تيومر زي سمول سيل كارسينوما والليمفوما والبريست تيومر. دي من تقوم حتى اذا كانت في اللنج بيكون في تاثير على البرين، ما اللي يحصل ميتاسيس دي بسموها البارانيوبلاستيك سيندروم. اما لو حصل ميتاسيس دي بسموها ميتس. لكن البارانيوبلاستيك سيندروم هي سيندروم بيحصل في السي ان اس، لكن نتيجه لانه في سيستميك تيومر برا اوسايت السي ان اس، تاثيراته جات على السي ان اس. طيب عندنا حاجه اسمها الفاميليال تيومر سيندرومز، بتحصل في الفاميليز لانه بيكونوا كارين اب نورمال جين زي الان اف 1 نيرو فايبروماتوزيس 1. دائما الناس بيجيب نيرو فايبرومز وبيجيب جليومز. اما الناس اللي بيكون عندهم نيرو فايبروماتوزيس 2 زي كان ديفلوب شوانومز اند مننجيومز. ناس التيوبروس سكلروزيس ديل بيكون عندهم CNS and somatic hamartomas. Hamartomas اللي هي unorganized gross. كويس unorganized tissues gross ممكن تكون في CNS للناس اللي بيكون عندهم tuberous sclerosis. أما الناس اللي بيكون عندهم von Hibbelindu gene بيكون عندهم CNS tumor و mainly بتكون في السيريبيلر، في المخيخ، في السيريبيلر. فين بتكون؟ في السيريبيلر. هي شايفين في السيريبيلر. In conclusion خلاصة الكلام، brain tumor classified into intrinsic زي الجليومز come from inside the CNS tissues أو extrinsic ممكن من الدورة من الممبرين زي المننجيوما أو من الأجسن structure زي الميتس أو زي البيتوتري tumor. طيب الأدلت tumor mainly بتكون supratentorial والتشيلدرين بتكون بوستيريال فوسا تيومر. طيب الكومن برايمري تيومر في الادلت هي الجليوما. طيب الكومن برايم الكومن تيومر، ما نقول برايمري، الكومن تيومر في المور في الادلت مور ذان 65 هي الميتاستاتيك تيومر اللي هي كومن في الادلت مور ذان 95 years old. طيب عندنا البارانيوبلاستيك سيندروم هي نان ميتاستاتيك، ما الا يكون حصل ميتاستاتيك للبرين، لكن يكون في سيستميك كانسر lead to some effect on the CNS. يسموها برا نيوبلاستيك سيندروم، بيحصل complication أو signs abnormal neurological signs due to the presence of systemic malignancy. This is the end of this lecture. Please any question or comment contact me and I'll reply immediately. Thank you for your listening.